السلام علیکم، مہد اسلامیہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبا دیں۔ جزاک اللہ۔ إخواني، ماذا ننتظر؟ هل ننتظر الضمير العالمي؟ أين هو الضمير العالمي؟ إن القدس الشريف يناديكم ويستغيث بكم أيها الإخوة لتنقذوه من محنته ومما ابتلي به، فماذا يخيفنا؟ هل نخشى الموت؟ وهل هناك موتة أفضل وأكرم من أن يموت الإنسان مجاهدا في سبيل الله؟ أيها الإخوة المسلمون، نريدها قومة ونهضة إسلامية لا تدخلها قومية ولا عنصرية ولا حزبية، إنما دعوة إسلامية، دعوة إلى الجهاد في سبيل الله، في سبيل ديننا وعقيدتنا، دفاعا عن مقدساتنا وحرماتنا. وأرجو الله سبحانه وتعالى أنه إذا كتب لي الموت أن يكتب لي الموت شهيدا في سبيل الله. أرجو أن تعذروني إذا ارتج علي، فإنني حينما أترك حرمنا الشريف ومقدساتنا تنتهك وتستباح وتمثل فيها المفاسد والمعاصي والانحلال الخلقي. إني أدعو الله مصطفى إذا لم يكتب لنا الجهاد وتصوير هذه المقدسات ألا يبقيني لحظة واحدة في حياتي.